سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ توحشتكم بزاف. غبرت عليكم هاد 4 ايام هادي حيت سافرت واحد شويه، فوجت شحال هادي ما زعما ما مشيت لشي بلاصه. والله العظيم يمكن تقريبا من 2019، يا اما كنمشي عند الوالده ولا الوالده، الدار الوالده، صافي هادشي اللي كاين. اليوم جيت نقدم معكم واحد القرص، ما غنديروش في الفران، غنديرو في المقلة ان شاء الله. مكونات بسيطة وبنين، هكا يصلح في الكوتي في الكاسكروت العشية ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم. في المكونات عندي هنا واحد البيضة، عندي هنا واحد ساشي دفاني، وهنا واحد قبيصة الملحة، يمكن كنضرب شويه. عندي هنايا تقريبا واحد نص كاس ديال السنيده، انا غادي نخدم كلشي بقه واحده. عندي هنايا واحد نص كاس ديال زيت روميه، غنخدم هادشي ونرجع لكم. عندي هنا معلقه ديال الخل، ومعلقه كبيره، معلقه صغيره ديال الخل، ومعلقه كبيره ديال ماء الزهر اللي درتهم هنايا، معلقه كبيره ديال الزهر، معلقه صغيره ديال الخل. هنا درت واحد تقريبا معلقه كبيره ديال الزنجلان، ومعلقه كبيره ديال النافع. عندي هنا واحد كاس العنبة ديال الزيت اللي ديال الطحين تاعنا بليطو اللي غربلتو، غنخلط هاد الخليط ونرجع ليكم. عندي هنايا واحد نص معلقه ديال الخميره المعجونه، هنا واحد شويه ديال الملحه ديال السنيده اللي غادي نديرهم في واحد شويه المدافي. نخلي هادشي شويه ونرجع لكم. غادي ندير ديك الخميره ديالتي اللي درت معاها شويه ديال السنيده، عندي هنا واحد تقريبا ساشي ما كاملاش ديال خميره الحلوه. نخلط هاد الخليط، أول الخليط غنزيد واحد شويه ديال الطحين تقريبا شي معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال الطحين، يعني كاس ديال العنبه زائد معلقه ديال الطحين، ما بغيناش يجي كاع جاري بزاف. حتى راه جيت من الصفر، قضيت شغلي ديال الدار، قلت زعما راه غنتكى شويه مع كتعرفوا ملي كيكون شي فرح بنادم ما تيكونش ناعس مزيان وداك الشيء، واخا هكا قلت لا، توحشت الفيديوهات وتوحشت الجمهور ديالي يعني المشاهدين ديالي، والله العظيم توحشتكم بزاف والتعليقات ديالكم، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. انا غادي ندير هادي في المقله ديالي، هي هادي المقله اللي فرشت فيها هنا، دهنتها بالزيت شويه بالزيت روميه، ودرت فيها كاغيط ديال الحلوه، ودرت فيها شويه ديال الزنجلان.
غادي نحاول نفرشها على هاد، نحربها شويه الكاغيط هادها، وغادي نديرها فوق عافيه مهيله نغطي عليها بواحد لطايه، وان شاء الله نرجع لكم. انا رجعت لكم، بغيت نصوب معكم واحد الكيكه، كيكه بالليمون كتجي بنينه بزاف، ومكونات بسيطه ان شاء الله. نبدا معكم ان شاء الله. هنا عندي بيضه، عندي هنا بيضه قلت لكم، عندي هنايا واحد ليمونه محكوكه، حتى هي غادي ندير فيها كل شيء طعه وحده. عندي هنا 4 كاس ديال الزيت، عندي هنا 1/2 كاس ديال السنيده، عندي هنايا 1 ساشي فاني، هنا واحد شويه ديال الملحه، وهنا خماره واحده ديال الحلو. عندي هنا تقريبا 1 كاس ما عمرش ديال ليمون معصر. انا نخدم كل شيء وعندي على الطحين، ارجع لكم. عندي هنا واحد 1 كاس ديال العنبه ديال الطحين، يلا نخلطو مزيان. غادي نزيد فيه واحد شويه كاسون، هنا كاس ديال العنبه ونص ديال الطحين. غادي نكب هاد الخليط ديالي في هاد المقله. هنا في الحقيقه هاد الكيك تيجيو زوينين هكا في المقله، كتبدلي شويه الروتين ديال الفران ودغيا كيطيبو، كيشدوش الوقت بزاف. وزعما كاينه هاد السباتول، هاد السباتولا هادي ما كتخليش، يعني كتخلي حتى شي قطره ديال شي حاجه العجينه تضيع ولا زوينه بحقيقه مهمه. انا رجعت لكم. هذه اللي درت فيها كريسه ديال الجنجلان والنافع، بغيت ندير ليها هكا واحد شويه ديال الكوفيتير ديال المشمش داك المطحون شويه من الفوق، وغادي ندير عليها شويه ديال جنجلان من الفوق. هاهي كتجي غزاله. هادي ديال الليمون، هي بغات ندير لها شويه ديال الكوفيتير في الليمون ديال المشماش. انا راه سمحوا لي راه كنغلط، ديال المشماش ماشي ديال الليمون. غادي ندير عليها شويه ديال اللوز افيلي هكا، ها هما الحليوات ديالي. هادي درتها كريصه يعني بالنافع والجنجلان والماء الزهر، كتجي تقليديه بحال القرص. انا قطعت لكم طريف كيجي غزال. وهذه الكيكه ديالتي بالليمون اللي درت ليها هذا الكوفيتير بجوج ديال مشمش، هذه درت لها اللوز افيلي، وهذه درت لها الجنجلان لانه كاين فيها النافع والجنجلان.
كنتمنهم يعجبوكم ان شاء الله، وتجربوهم هكا في الفطور الصباح ولا في الكوتي العشيه، يبغيوهم وليداتكم. وكنتمنى منكم الدعم، وما تنسونيش بلي لايك، وانا بكم غادي نطلع. وكنشكركم بزاف، وكنشكر كاع الناس اللي معايا واللي دخلوا جداد، والله العظيم انا فرحانه بكم. والسلام عليكم، هادشي اللي كاين.